برحب بحضراتكم مرة تانية. إذا كان التعليم في بلدنا هو بيت الداء، فهو في بلدنا وفي أي حتة في الدنيا بيت الدواء، ومن غير الدواء هيفضل جسدنا عليل ومش بعيد كمان يقف نمونة لا قدر الله. وبالتالي وفي ظل الحالة التعليمية اللي مش ولا بد اللي احنا بنعاني منها في مصر المحروسة، فتطوير التعليم والارتقاء بجودته ضرورة ملحة وفرض عين. لتحقيق الهدف ده على وجه التحديد، وفي سنة 2006 صدر قرار جمهوري بإنشاء الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد. أهداف الهيئة ودورها ومعاييرها وآلياتها وإنجازها على الأرض من يوم ما شافت النور في حوارنا بالمصري الفصيح مع رئيسها الدكتور مجدي قاسم. برحب بحضرتك يا دكتور. أهلا وسهلا. دكتور مجدي، يعني الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، الاسم في حد ذاته بيحمل عدد كبير من الأهداف ومن الأدوار اللي ممكن تكون بتلعبها الهيئة، فإحنا محتاجين من حضرتك في البداية تعريف بالهيئة وبأهدافها الرئيسية وأدوارها. بسم الله الرحمن الرحيم. يعني كما ذكرت سيادتك، الهيئة صدر قرار جمهوري بتشكيل مجلس الإدارة في 11 سنة 2007، شهر 11 2007، يعني بقى لنا تقريبا سنتين وشهور قليلة. الهيئة طبعا الهدف الرئيسي فيها هو استعادة ثقة المجتمع اللي هو المحلي والإقليمي والدولي في التعليم المصري، ضمان جودة التعليم، بمعنى ان احنا ما نقدرش ننتظر الى ان يتخرج الخريج ثم نفحص او نبحث في هل هو جيد او غير جيد. عايزين نضمن جودته، اي نتدخل في العمليات اللي بتتم في المؤسسات التعليمية لنضمن انها تتم على مستوى معين من الجودة، بما يضمن الخريج يتخرج جيد، بمعنى ان الخريج جيد أن يكون المهارات والجدارات التي تم التخطيط في مراحل التعليم المختلفة لحصول الخريج عليها قد تحققت، بما يؤهله أنه يقدر يتعامل مع المشكلات الحياتية، يلتحق بسوق عمل مناسب، يطور من ذاته، يواكب المجتمع الإقليمي المحلي والإقليمي والدولي، يتعلم مدى الحياة طوال الحياة. طيب دكتور مجدي، حضرتك لما بتقول الخريج، حضرتك تقصد هنا الخريج من أي مؤسسة تعليمية في مصر، أو يعني بمعنى آخر الهيئة مسؤولة عن كل المؤسسات التعليمية اللي موجودة على أرض مصر ولا مؤسسات معينة؟ الهيئة مسؤولة عن ما يقرب من 57-58 ألف مؤسسة تعليمية. قلنا المدارس من رياض الأطفال، المدارس حكومية وخاصة، أزهرية، الجامعات فني. الحكومية والخاصة. لا بس قبل الجامعي، التعليم الفني كمان، التعليم الفني، المدارس الدولية، المدارس الدولية، كل من هو يعني كل ما مؤسسات اللي تعمل في مجال التعليم في مصر ما عدا الجامعة الأمريكية لها قانون خاص. تمام. ومن هنرجع لموضوع الجامعة الأمريكية، لأنه بالضبط الجامعة الأمريكية تقدمت للحصول على الاعتماد، تقدمت هي أول مؤسسة تعليمية تتقدم للحصول على الاعتماد من الهيئة. طيب من حضرتك بتقول من 57 ل 58 ألف مؤسسة تعليمية الهيئة مسؤولة عنها. دور الهيئة إيه؟ دور بتقدم المساعدة للمؤسسات دي، ولا بتقيم بس أدائها، ولا بتراقب طبيعة عملها؟ يعني إيه الدور بالظبط اللي بتقوم يمكن بيه الهيئة؟ من اسم الهيئة زي ما حضرتك قلتي، الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد. الهيئة بتضع سياسات واستراتيجيات تساعد المؤسسات على أنها تعمل في أطر وبنظم تؤدي إلى جودة التعليم. ده الشق الأول. الشق الثاني أن الهيئة بتقوم باعتماد المؤسسات. باعتماد المؤسسات أي بتزور المؤسسة التعليمية لترى ما إذا كانت هذه المؤسسة بتصل أو تحقق حد أدنى من الالتزام بمعايير قومية، لكي نقف على ماهية أداء ومستوى أداء عمل المؤسسة. طيب بس دكتور مجدي، خلينا ناخدها بس كمان بشكل عملي وخطوة خطوة. دلوقتي مبدئيا في معايير قومية، يعني المعايير اللي بتعتمدها الهيئة هي معايير مصرية مش مستندة إلى أي معايير دولية، ولا في معايير دولية هو المعايير عليها؟ احنا المعايير القومية اللي قعدناها هي معايير، طبعا اطلعنا على كل ما جرى في المؤسسات أو هيئات الاعتماد المناظرة، كان في أوروبا أو أمريكا أو أستراليا أو جنوب أفريقيا أو الهند، ثم جرى نشاط هائل جدا من الخبراء المصريين في الجامعات والخبراء في وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، وتوصلنا إلى معايير قومية. هذه المعايير القومية
تم يعني شرحها في أدلة لكي تستطيع المؤسسات أن تستعملها في إعداد دراسة عن نفسها. هو ده كان السؤال المؤسسة التاني. التعليمية بالظبط، المؤسسة التعليمية بتعرف ازاي نوع المعايير اللي هي لازم تلتزم بيها، تقدمها للهيئة. اما بتعد الدراسة الذاتية بتعدها على الإطار اللي تم إعداده عشان كل المؤسسات تعد نفس الدراسة بنفس الأسلوب. بس هي بتعد الدراسة دي يعني في إطار زمني محدد، ولا بمجرد ما أنشئت الهيئة ابتدت المؤسسات التعليمية تعمل الدراسات دي عن نفسها؟ هو كل المؤسسات التعليمية قاطبة سواء في الجامعات أو المدارس هناك حركة هائلة جدا، يمكن المجتمع بيحس بيها بصورة مش كفاية، لإعداد المؤسسات بتعد ذاتها ونفسها لأنها تقدر تتواكب مع المعايير التي أعدت. لكن ده بس الكلام ده يا دكتور كلام نظري ولا كلام عملي؟ عشان احنا يعني المعايير نظري ولا الإعداد؟ لا الإعداد، المعايير بالتأكيد نظري لحين ما تطبق على الأرض، ده مش محتاجين الكلام نسأل ده فيه حضرتك سؤال. تقدري أقول لحضرتك إن مدارس مصر تقدم منها 1600 مدرسة للهيئة خلال العام الماضي كله 2009 2010 إلى الآن 1600 مدرسة. ومن يوم ما أنشئت الهيئة ومن يوم لا ما ما هو ابتدت الأول الهيئة. كان في فترة إعداد للمعايير والأدلة وتدريب. تمام، يعني 1600 من أول ما ابتدت الهيئة تستقبل تستقبل طلبات الطلبات. تمام. يعني في العام الماضي ال 1600 مدرسة، احنا زرنا 600 مدرسة السنة اللي فاتت، نجح منهم 49.8% من المدارس نصهم انهم يعني. يحصلوا على الاعتماد. السنة دي احنا زرنا او مفروض هنزور 1000 مدرسة، جرى احنا اسبوعيا بنزور من 80 الى 100 مدرسة اسبوعيا. حضراتكم بتزوروها بناء على الطلب اللي هو بيتقدم طبعا اللي بتقدمه المدرسة ولا المدرسة بتقدم دراسة ذاتية كاملة فيها كل إجابة على كل الأسئلة اللي الهيئة بتتطلبها. بنقدم الدراسة الذاتية إلى لجنة مختارة مدربة على مراجعة الدراسة الذاتية، ثم تقوم اللجنة بزيارة المدرسة لمدة 4 أيام. اللجنة مكونة من 4 أفراد لهم رئيس لجنة، بيبحثوا كل ما جاء في الدراسة الذاتية، ثم بيتحققوا في المؤسسة من كون كل هذه المعلومات صحيحة، ويطلعوا على الامتحانات، أوراق إجابة الطلاب، الخطة اللي بتضعها المدرسة لتحسين ذاتها، بيطلعوا بالإضافة إلى ذلك على آراء الطلاب على انفراد، على آراء أولياء الأمور، آراء أعضاء هيئة التدريس أو المعلمين، كل ده على انفراد في عدم وجود الإدارة. هو الدراسة الذاتية بتكون يعني بتقيم أي عناصر، والهيئة بتقيم أي عناصر؟ يعني هل بس المدرسين، الدراسة هل الذاتية الأبنية التعليمية يعني الدراسة الذاتية قايمة على نطاقين عامين، النطاق الأول القدرة المؤسسية، النطاق الثاني الفاعلية التعليمية. كل نطاق فيه عدة معايير. القدرة المؤسسية احنا مجمل المعايير في القدرة المؤسسية، يعني عايزين نشوف المؤسسة هل تستطيع المؤسسة أن تواكب أو تؤدي في عملها إلى أن يكون هناك فاعلية تعليمية أم لا. زي ايه بمعنى ان احنا عايزين نشوف المبنى، هل المبنى امن؟ هل هناك اي خطور على الطلاب من مثلا محولات الكهرباء او وجود مشاكل ممكن تاذي الطلاب او خلافه؟ هل هناك كفايه في الفصول مساحه وعددا لكي يكون الكثافه الطلابيه مناسبه؟ هل هناك حجرات كافيه للانشطه؟ هل هناك مواد للانشطه؟ هل هناك معامل؟ هل هناك إمكانيات في المعامل؟ هل هناك حاسب آلي أو حاسبات آلية كافية لعدد الطلاب؟ هل هناك معلمون بعدد كافي يتناسب مع عدد الطلاب التلاميذ؟ هنا بقى الحتة المهمة الأهم، احنا بنشوف هل المعلمون كلهم تربويون أم غير تربويون؟ تربويون بمعنى خريجين يعني هل كليات هم خريجوا تربية؟ كليات التربية أم آخرين؟ ده بيأثر ده عامل في من العوامل الهامة جدا. يبقى الغياب، التسرب، نسبة الغياب دي هامة جدا، التسرب من المدرسة، هل المدرسة بس طاردة؟ قصدي يا دكتور موضوع تربوي أو غير تربوي بالنسبة للمعلم ده بيأثر في التقييم؟ طبعا ده أساسي جدا، يعني لازم نعرف هل هناك احنا عندنا يعني حد معين
عليه، بناخذ هذه هذا العامل على انه عامل حاسم، لان لو كل المعلمين مش تربويين يبقى اداءاتهم وقدرتهم على تنفيذ المنهج واتخاذ اساليب مناسبه من التعليم لتواكب اسلوب التعلم لدى الطالب هيبقى صعبه جدا، فلن تؤدي العمليه دورها. كل ده شق بنسميه قدره مؤسسيه، اي قدره المؤسسه على تاديه العمليه التعليميه. هناك حد ادى لهذا، هذا الشق بيمثل 30% من مجمل المعايير. الاهم بقى في المعايير بالنسبه للمدارس هيبقى المتعلم، ده معيار، المعلم في حد ذاته معيار، المنهج ده معيار، المناخ التربوي لازم نشوف المناخ اللي يؤدي ده معيار، التقويم في حد ذاته معيار. كل هذه المعايير، الاساليب التعليميه طبعا، ما هو المعايير الاكاديميه دي معيار، احنا بنشوف في المعلم هل المعلم بيتخذ الاجراءات المناسبه وهل يتسم بالصفات المناسبه لان يكون معلم للمرحله، من ناحيه هل المعلم بيتلقى التدريب الكافي، هل المؤسسه او المدرسه بتخطط للتدريب في حد ذاتها ام لا، لان المدرسه لازم يكون عندها خطه تدريب للمعلمين. المنهج هل بيؤدى بصوره مناسبه؟ ما ممكن يكون في مناهج. طب يا دكتور، هل كل عنصر من دول بيعتمد لوحده ولا المدرسه بتعتمد كمؤسسه؟ المدرسه تعتمد بكافه على كافه هذه العناصر، هذه المعايير والمؤشرات. يعني احنا لما بنعتمد بنشوف اجمالي وضع المؤسسه. لكن لا يعتمد المعلم، لا يعتمد لوحده المعلم او المنهج، لكن هناك بعض المعايير بنسميها معايير حاكمه. معايير حاكمه لو المتعلم لا يحصل على القسط المناسب من التعليم، يعني التقدم الطلاب غير مناسب، يعني التلاميذ لا يوفقون في التقدم من سنه الى سنه او من في او في المناهج او في المواد التعليميه، ما بيحصلش تقدم مناسب، يعني عدد التلاميذ على سبيل المثال اللي بيحصلوا على نسبه اعلى من 65% في الامتحانات ضئيل، او قدره التلاميذ على القراءه والكتابه، احنا بنجبر او بنطلب من المدرسه انها تجري امتحان في القراءه والكتابه في وجود اللجنه، هي اللي تختار، احنا نختار الفصل وهم يجروا الاختبار في وجودنا ويصححوه في وجودنا، لنقف على ما اذا كانت المدرسه بتعلم او هناك قدره على القراءه والكتابه ام لا لدى التلاميذ، لان طبعا شائع في الوسط او بين الناس ان التلاميذ ما بيعرفوش يقروا ويكتبوا. لا، الهيئه بتدقق في كون ما اذا كانت التلاميذ بيستطيعوا القراءه او الكتابه. طب وصلتوا لايه يا دكتور؟ فعلا يعني الشائع ده حقيقي ولا لا؟ إن يعني في لحد ثانيه وثالثه اعدادي يا دوب بيفكوا الخط بالعافيه. هو طبعا المدارس اللي بتتقدم الان هي المدارس يعني الاكثر تمكنا من غيرها. فالمشكله مش هتظهر الا لما نفحص 10,000 مدرسه. بس ده يرجعنا للسؤال، السؤال اللي حضرتك ما جاوبتش عليه، انتوا بتفحصوا بس المدارس اللي بتتقدم بالدراسات الذاتيه وبتطلب اعتمادها، ولا بتفحصوا كل المدارس في اطار خطه معينه؟ لا، هو احنا مفروض وزاره التربيه والتعليم بتقدم لنا يعني حاجه اسمها اجال تقدم المؤسسات، خطه كامله بتحدد مين مدارس هتيجي تتقدم للهيئه. وعليه احنا بنضع خطتنا، هنعتمد كام مدرسه السنه دي واللي بعدها وهكذا. فطبعا العمليه، طب معلش يا دكتور، انتوا ازاي بتحددوا عدد المدارس اللي انتوا هتعتمدوها السنه دي اذا احنا مش ضامنين ان كانت المدارس اللي بتتقدم دي فعلا كفء للاعتماد ولا لا؟ هو الوزاره هي اللي بتسمح لهذه المدارس انها تتقدم، يبقى المفروض الوزاره بتفحص مدارسها، لان احنا طرف غير ضامن للعمليه، احنا طرف مقيم. فهم بيفحصوا مدارسهم. بس حضرتك قلت لي مثلا انه 50% من المدارس اللي اتقدمت هي بس اللي تم اعتمادها. أيوة، يعني طبعًا. معنى كده ان مش كل المدارس اللي من وجهه نظر وزاره التربيه والتعليم اهل للاعتماد بالنسبه للهيئه يمكن اعتمادها. وده طبيعي. طبيعي ان احنا قدام زلزال جديد، تغير هائل، تحول غير مسبوق في وضعنا، كنا لا مساءله ولا محاسبه ثم نفيق، نبدا نعمل في اتجاه ان احنا يبقى في محاسبيه وفي مساءله في نظام، ده لسه حاجه جديده علينا. طيب دكتور مجدي، انا السؤال دلوقتي بيطرح نفسه، لما المدارس اللي بتتقدم للاعتماد وبيثبت انها غير اهل،
بتسيبوها كده الحال سبيلها على ما يعني تعدل احوالها، ولا الهيئه هنا ليها دور في توفيق اوضاع المدارس دي بحيث تكون اهل للاعتماد فيما بعد؟ انا هستاذن حضرتك، اتفضلي هنطلع فاصل قصير اتفضلي ونرجع نجاوب على السؤال ده. اتفضلي. برحب بحضراتكم مرة تانية، مكملين كلامنا بالمصري الفصيح مع الدكتور مجدي قاسم، رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد. دكتور مجدي، سؤالنا قبل الفاصل كان عن الدور اللي بتلعبه الهيئة مع المؤسسات التعليمية اللي بترفض اعتمادها. هو طبعا القانون كان واضح في الجزئية دي، المؤسسات التعليمية اللي لا توفق في الحصول على الاعتماد الهيئة مكلفة انها تعد يعني خطط تحسين او تديها زي النصح وارشاد فيما يتعلق بالموضوع بالعناصر والمعايير او المؤشرات التي لم تستوفيها المؤسسة، اللي على اساسها المؤسسة التعليمية بتضع خطة تحسين تقدمها للهيئة ثم تعاود التقدم مرة أخرى بطلب اعتماد في مدى زمني في محدد بعد ولا لما سنة، تجهز؟ تتقدم للاعتماد مرة أخرى ويعاد زيارتها للوقوف على مدى كفاءة العملية التعليمية. طيب دكتور مجدي، حضرتك قلت لي انه نقدر نقول انه في سنتين ونص تم اعتماد 800 مدرسة، مظبوط ولا الحسبة كده غلط؟ اتفضلي. مش سنتين ونص طبعا، الفترة الأولى كان في عملية إعداد الهيئة للمعايير والأدلة وتدريب المؤسسات التعليمية عليها، لأن ده نظام جديد جدا لازم تتعلمه المؤسسات. تمام. فإحنا دربنا 30,000 متدرب، كثير منهم كانوا من المدارس، راحوا استعدوا وكتبوا دراساتهم الذاتية، وبدأنا السنة اللي فاتت الفصل الدراسي الأول والثاني اعتمدنا أو زرنا 603 مدرسة، نجح منهم 49.8%، أي 300 مدرسة 300، السنة دي. 600 مش 1600، انا لا، ما هو سمعتها. السنة دي بقى الألف، السنة الدراسية الحالية الألف مدرسة اللي تقدموا، بنزور 100 كل أسبوع. بنهاية السنة الحالية في 2 إلى 6 مايو هيبقى زورنا 1600 مدرسة. طيب، لا انا سؤالي عن اللي تم اعتمادهم في خلال سنة، يعني نقدر نقول 300 مدرسة في 300 خلال مدرسة. سنة. طيب، من حضرتك بتكلمني عن 57 او 58 الف مؤسسة تعليمية ايوه في مصر. احنا كان عندنا الاستاذ عبد الحفيظ طاي مدير مركز الحق في التعليم في حلقة سابقة، وقال لنا انه بالمعدل ده احنا قدامنا 500 سنة عشان ممكن يعني نوصل ان احنا نعتمد كل مؤسساتنا التعليمية. طبعا طبعا بالتأكيد دي الكلام يعني ده غلط جدا، ما ينفعش يتقال. اللي بيعرف طبيعة العمليات اللي بتتم في مراحلها الأولى أو أول مرة تتم بيبقى في فترة حضانة يليها فترة عمل مستديمة أو يعني مستمرة، ثم هذه الفترة اللي هي الحضانة دي لا يمكن حساب معدلات على أساسها، لأنك بتعلم المؤسسة كيف تتقدم، بتنشر الثقافة الجودة. إن ممكن حضرتك تسأليني الكلام ده هيتم ازاي اذا كانت العدد ده، العدد ده في هذه المرحله الاولى هو عدد متميز جدا. ليه؟ ان كان يجب ان احنا ننشر ثقافه الجوده، احنا نشرنا ثقافه الجوده بقدر هائل جدا، 965 الف زائر للموقع الالكتروني في سنه ونص. 965 ألف زائر 965 الف زائر من المعنيين ولا من من الجمهور المعنيين، من المعلمين، من الراغبين في الاستزاده في التعلم. الهيئة أعدت نفسها طبعا عشان تهيئ كل هذا المجتمع، لازم مرحلة الحضانة أو فترة الحضانة دي لازم تبقى المعدلات فيها ضعيفة أو بسيطة، لكن أن تنجح الهيئة في أن يكون في معايير وتتم عملية الاعتماد بسلام ونعرف النو هاو أو نعرف طبيعة كيفية إجراء هذه الزيارات لأول مرة وندرب المواطنين أو الخبراء المصريين على القيام بالزيارة وكتابة تقرير والوصول إلى الحقائق، ده محد كل الناس تجاهلت هذا الحجم الهائل جدا من النو هاو أو المعرفة اللي احنا قدرنا نعملها، إن نخلي اللجنة نثق فيها وتتعلم هي كيف تقوم بهذه العملية، ثم عملية نشر الثقافة الهائلة
كل الكلام ده. طيب لكن دكتور مجدي احنا صعب بنسأل عن مدى زمني الاعتماد، المدى الزمني احنا نسبة يعني حضرتك تقول لي في اي انتوا لا تحسب بهذه الطريقة. الخطة يعني على سبيل المثال حضرتك، احنا السنة دي تقدم لنا 1600 مدرسة، السنة الجاية ممكن يتقدم لنا 4000 5000 مدرسة، أضعاف. ليه؟ احنا جبنا فيديو كوم او يعني عدينا فيديو كونفرنس، هندرب المدارس بالاتفاق مع وزارة التربية والتعليم ان احنا ندرب المدارس في 83 فيديو في كونفرنس سنتر، مركز فيديو كونفرنس في المديريات كلها، هيبقى حجم تدريب هائل. كمان احنا بنعد تدريب على الموقع في صورة فيديو عشان المدارس تقدر ترجع ليه في اي وقت. بنحول او حولنا التدريب او الكتب بتاعتنا الى اي بوك على اسطوانات هنوزعها على المليون معلم. الكلام ده كله هيخلي حجم المدارس اللي تعلمت هذه العملية يبقى كبير جدا، يجعلها قادرة على التقدم. لكن لا يمكن قياس بهذه الطريقة ان المعدلات، لان لا يمكن المعدلات الضعيفة دي لازم تبقى ضعيفة في الاول. تمام. انا بقى كطالب او كولي امر عندي ابن في مدرسة تم اعتمادها وابن تاني في مدرسة لم يتم اعتمادها، انا ايه الفايدة اللي عايدة عليا من الاعتماد وايه الخسارة اللي انا بخسرها لما المدرسة بتاعت ابني بيرفض اعتمادها؟ طبعا الاعتماد هو اقرار من الهيئة بسلامة وصحة وفاعلية العملية التعليمية. بمعنى ان احنا الاعتماد يعني ان عملية التعليم اللي بتتم هي عملية فعالة. فعالة بمعنى ان المخطط له اكساب الطالب قدر معين من المهارات والجدارات تتناسب مع المرحلة. كون ان المؤسسة تعتمد او المدرسة تعتمد، يبقى هذا الطالب اكتسب هذا القدر من المهارات والجدارات والمعارف. طبعا العملية لا يمكن لنا ان احنا نشعر في التربية الانسانية او تربية البشر وتعليمهم بالتغير اللي بيحصل للفرد بصورة على مدى زمني بسيط، لكن على المدى الزمني الاطول هنجد ان قدرات ومعارف ومهارات التلميذ هتتغير. على سبيل المثال احنا بنخطط ان التلميذ يصبح تلميذ باحث او متعلم باحث، يعني قادر ان يبقى فيه الانشطة التعليمية انه ياخد واجبات، انه يبحث ويتعلم البحث. احنا بنخطط ان التلميذ يتعلم كيف يتعلم في حد ذاته، التلميذ نفسه يبقى مفكر وناقد. كل ده داخل في البرامج والمعايير التي اعدتها الهيئة. الكلام ده كله حضرتك لا تستطيع ان تشعري به او الاسره تشعر به في تغير في فتره زمنيه طفيفه، لكن على مستوى ابعد هيحصل فيه تحول. المدارس التي اعتمدت والتي لم تعتمد بعد زياره الاعتماد، سواء اعتمدت او لم تعتمد، المدارس تغير حالها في حد ذاته، لان الاداء نفسه بدا يتنمط بصوره افضل وارقى. طيب دكتور مجدي، طبعا في كم من التفاصيل والاسئله اللي عماله تيجي على دماغي وعايزه الحق اقول اهمها دلوقتي. المعلم والمنهج اللي هم العنصرين الأساسيين في المنظومة جنب الطالب بالتأكيد. فيما يخص المعلم يعني غير كفاءاته كمدرس، أساليبه التعليمية والتربوية، في أخلاقيات المهنة، يعني هل ده من ضمن المعايير اللي من بيتم ضمن تقييم المدرس وبالتالي طبعا المدرسة عليها ولا لا؟ طبعا احنا المعلم عندنا نوعين من المعايير للمعلم، فيه الطالب المعلم او الخريج المعلم، وده الطالب وهو في كلية التربية. الطالب وهو في كلية التربية اعدت معايير اعلنت بالامس القريب يعني يوم او الاثنين، اللي هي معايير ضمان جودة التعليم في كلية التربية. هنا الطالب او الخريج المعلم اهتمينا بان احنا نضع معايير تحدد الجدارات والمهارات في التخصصات المختلفة، بينما هناك معايير أخرى للمعلم بعدما تخرج من المؤسسة التعليمية اللي هي كلية التربية. مفروض أنه هو بيتم تدريبه على التعليم بصورة فعالة وتدريب عملي على هذا. ثم هناك معايير للمعلم في حد ذاته فيها أخلاقيات المهنة وأساليبه في التعليم والتصرف في المواقف، يعني المدرسة اللي فيها ضرب، عشان يعني السؤال ده بوضوح كده عشان الهوجة اللي احنا عايشين فيها بقالنا فترة،
هل ده من المعوقات في سبيل طبعا انها هو في تحصل على الاعتماد؟ الموضوع، الموضوع ده بيجري مناقشته في المعايير في عده اماكن. المكان الاول هو المناخ التربوي في معايير اعتماد المؤسسه نفسها. المناخ التربوي له معايير وعناصر ومؤشرات، منها هذا، لان طبعا حضرتك هو في هناك اساليب للتعليم وفي اساليب للتعلم. يجب ان المعلم يكون بيعي ماهيه اساليب التعليم عشان يحدد الاسلوب المناسب للجزء المناسب من المنهج او المعارف، ويكون مدرك لاساليب التعلم لدى الطلاب عشان يقدم للطلاب اسلوب التعليم المناسب لاسلوب التعلم. عندما يسيطر المعلم على الطلاب بمعارفه وقدراته وامكانياته المهنيه، اعتقد الاحترام بيبدا يجعل هناك حاجز كبير جدا وهائل بين ان التلميذ يعتدي او يعني يتصرف تصرف غير لائق مع المعلم. وكذلك المعلم، انا بتكلم كمان في الحاله كذلك العكسيه. المعلم اللي هو قادر على انه واخد الاساليب التربويه اللي هي تجعله يستطيع ان يواكب او يحل المشاكل، هو ده بيستطيع انه لا يقابل مشكله مثل هذه المشكله انه يضرب. ازاي؟ لا انا عايزين فهمت المعلم حضرتك، يعني حضرتك حضرتك تقصد انك الاعداد المعلم علميا وتربويا من الاساس قبل ما يبتدي يمارس مهنته كمعلم هو الفيصل، وهو اللي هي يعني هيقينا من شر لا، ما هي اللي احنا جزئيه فيه ده هامه. دلوقتي. احنا مش عايزين المعلم مؤدي، بينما بيسموه دلوقتي المعلم بروبلم سولفر، حلال مشاكل. المشاكل، لان كل تلميذ في حد ذاته طبيعه وكيان مختلف، تمام. وقد يكون عنده مشكله عدم بس احنا قدره جيده على قدامنا الابصار. كام سنة على ما يكون عندنا حلال المشاكل؟ احنا طبعا باعدادنا المعايير اللي هي اعلناها معايير ضمان جوده التعليم في كليات التربيه، احنا بنضع استراتيجيه يعني تقديمها لضمان الجوده باساليب اكثر كمان مستقبليا، هتبقى اكثر تقدما من اللي احنا عاملينها بنبحثها، بحيث ان يبقى المعلم يعني يدرك ان هناك عده مشاكل يجب ان يواجهها، وان يكون قادر على دائما حل المشاكل. طيب دكتور مجدي اسمح لي، يعني زائد الأسئلة اللي عندي في أسئلة كمان عند اتفضل. الجمهور محتاجين يطرحوها على حضرتك. احنا معانا تحية. مساء الخير يا أستاذة تحية. مساء الخير، السلام عليكم. وعليكم السلام. أنا المقترحات اللي هقولها ديت بتحافظ على هيبة المدرس وكرامة الطالب. اتفضل. شكرا. أنا طبعا قبل ما أقولها أقول لكم أنا جبتها إزاي. أنا طبعا في عندي طبعا جيران وكده في مختلف المدارس، مدارس متفرقة يعني، فسألتهم إيه اللي أنتوا حابينه يبقى في المدرسة ومش موجود، وايه اللي انتم مش حابينه في المدرسه. انت عملتي استطلاع راي بين جيرانك يعني يا استاذه ايوه تحيه؟ من التلاميذ. ايوه، فحبيت ان انا اوصلها ليكم بقى. تمام. طبعا كتير؟ او نعم كتير. لا لا هقول لك، انا كاتباها في ورقه اهي. طب يلا سريعه ان شاء الله. عدم قيام المدرس بتهديد التلاميذ بالرسوب في الامتحانات لعدم اشتراكهم في المجموعه او الدرس الخاص. اثنين، اعطاء المدرس للطلاب الدرجات التي يستحقوها فعلا. ثلاثه، إبلاغ ولي الأمر بمستوى التلميذ دون التأثير عليه بضرورة اشتراكه في المجموعة أو الدرس. تمام. يستغل المدرس دقائق ولو بسيطة من الحصة في اليوم الدراسي لاكتساب التلميذ بعض الصفات البناءة عن طريق التوعية الدينية والأخلاقية والاجتماعية، ويطلب من التلميذ بأن يحكي لأسرته ولأصدقائه ما تعلمه لتتسع دائرة التوعية على عدد أكبر من أفراد المجتمع، ومتابعة المدرس للتلاميذ بالسؤال في اليوم التالي من الذي حاجة لأسرته ولأصدقائه ما تعلمه من قبل، وتشجعهم على أن يحكوا حتى يحصلوا على درجات عالية في الجنة. تمام. إعطاء التلميذ نعم. أنا بس أستاذة حقيقة هو يعني كل المقترحات دي يعني في محلها، بس تبدو لي بديهية، والكارثة بالنسبة لي أو الصدمة إنها تكون دي الحاجات اللي أولياء الأمور بيتمنوا إنها تكون موجودة في المدارس وهي مش موجودة في المدارس. والتلاميذ بيتمنوها. طبعًا، ما هي المشكلة إن دي بديهيات لازم تكون موجودة يا أستاذة تحية. أنا بشكرك شكرًا جزيلًا. معانا الأستاذ ماجد من القاهرة. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. سعيد ان اكون معاكم في المداخلة والمشاركة، وبسأل ضيفنا الكريم. انا كنت طالب في الفترة اللي هي الستينيات، وكان التعليم بالنسبة لنا كان شيء ممتع يعني، هو كان جو المدرسة وجو الاستاذ، جو العام يعني، جو مثمر جدا. كان الحصة الدراسية لحد اخر لحظة يعني، ما تصورش ان انا في خلال 12 سنة زوخت حصة يعني. كان في معايشة كاملة، وكان في منافسة، وكان في تعليم حقيقي
حصل بقى من السبعينات لحد النهارده على مدار 40 سنه انهيار متوالي لمنظومه التعليم. انا بسال دلوقتي سؤال، وزاره التعليم ما عندهاش حاجه اسمها الفيدباك او المراجعه على جوده التعليم، بحيث هو من سنه لسنه بيشوف في زياده في الجوده ولا في نقص. النهارده لما نقول ان التعليم، التربيه طبعا اتلغت من حوالي 10 او 15، اتلغوا حاجه اسمها تربيه وبعدين لغوا حاجه اسمها تعليم. النهارده بشوف ولادي بندفع الافات النهارده في دروس الخصوصيه بس عشان يحفظ كلمتين ويروح يحطهم في ورقه الامتحان، وهو لازال جاهل بكل الكلام اللي بيقوله. كان عندنا التعليم كان ثقافه، كان في رياضه وكان في استاذ ماجد تمثيل. يعني وجهه نظرك وضحت تماما وسؤالك كمان واضح بالتاكيد، دكتور مجدي هيرد عليه. بشكرك. معانا الاستاذ علي من الجيزه، اتفضل يا استاذ علي. الو، مساء الخير يا فندم. مساء النور، اتفضل. حضرتك انا بنتكلم على معايير حضرتك، هو في حاجات سريعه كده اكيد ماخوذه في الاعتبار، الزي المدرسي، الصحه حضرتك، صحه التلاميذ، التدخين حضرتك. التدخين؟ اه طبعا تدخين. تدخين المدرسين والاداره في لا المدرسه. لا يا فندم، انا ما بتكلمش على تدخين المدرسين. مش امال تدخين مين؟ تدخين الطلبه. تدخين الطلبه في المدرسه؟ اه طبعا. ده حضرتك معلش حضرتك، ده التجربه دي عشتها فين؟ لا مش عشتها فين حضرتك، ده يعني لو هنفتي الصحه حضرتك وفي مراقبين صح، هنعرف ان نسبه كبيره جدا من اطفال ابتداء من ابتدائي حضرتك واعدادي، وبتكسر الحاجات دي في ثانوي. استاذ علي وحضرتك بتشتغل ايه؟ حضرتك كان اخصائي اجتماعي. اخصائي اجتماعي في مدرسه؟ لا حضرتك انا غير عامل بالمجال. ايوه يعني حضرتك معلومه انه الطلبه بتدخل، يعني حضرتك بتكلمني وكانها ظاهره في المدارس. اه طبعا حضرتك دي ظاهره عامه في المدارس وبره المدارس، بس احنا بنتكلم على اعتبار ان 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 المدرسه حضرتك هي المنظومه، احنا بنتكلم دلوقتي على منظومه، اذا اتكلمنا على الصحه هنتكلم ان انا هلبس ابني كويس وهو رايح المدرسه، رقم واحد اللبس بتاعه هيبقى كويس جدا. اكتر حاجه في اللبس، ولبسه يبقى كويس. انا مش انا استاذ علي معلش حضرتك بتتكلم على ايه؟ على المعايير اللي من المفترض أيوة انه الهيئه حضرتك في 300 مدرسه، احنا بنتكلم على 300 مدرسه دول، احنا لو جينا 300 مدرسه اللي هم اللي تم بالفعل ان هم خدوا الجوده تمام؟ لو جينا فتشنا عليهم تاني حضرتك هنلاقي في المعايير دي ال 300 مدرسه دول فيهم دروب. طيب استاذ علي يعني حضرتك اوحيت لي بسؤال في منتهى الاهميه، انا بشكرك شكرا جزيلا، غير طبعا موضوع التدخين فكره المتابعه بعد الاعتماد. طيب ناخد من اول سؤال علي ونرجع بالراجع دكتور مجدي. هو طبعا الاستاذه تحيه نشكرها على هذه الاسئله اللي قدمتها. هو موضوع تهديد المدرس للتلامذه، الزياره اللي بتقوم بيها الهيئه فيها جزء من الزياره بيتم يلتقي اللجنه مع التلاميذ على انفراد. ده هناك عندنا بروتوكول للزياره دي بنستشف منه كيفيه تعامل المعلمين مع التلاميذ، هل بيساعدوهم، هل الروح نفسها، التهديد، الدروس الخصوصيه، المجموعات، المدرسه اللي فيها هذا السلوك. هو عارف يا دكتور مجدي، هو احنا بقول لحضرتك احنا بنقعد معاهم لوحدنا. تمام. لا انا ده مفهوم تماما. هو المقترحات اللي قالتها استاذه تحيه هي بالتاكيد انتوا بتراعوها ولكم اليات في مراعاتها. هي الفكره انه الاستاذه تحيه عملت استطلاع راي بين جيرانها فطلع ان كل الحاجات دي مش موجوده اصلا في المدارس. يعني هي دي ده مربط الفرس، انه ده اللي احنا عايزينه، حتى مش متوفره. ده اللي حضرتك احنا بنعمله ايه؟ احنا الجوده هي ايه؟ الجوده ان يكون الشيء المعد مناسب للاستعمال، المعد من اجله. المدرسه معده لاحداث تغيير في التلميذ، انه يبقى معرفيا يرتقي، مهاريا، الكلام ده كله. تمام. احنا بنرجع الشيء لاصله. جميل. يعني فاحنا عايزين نرجع المدرسه طبعا التهديد، وبنقابل التلاميذ على انفراد، بنعرف كل ما يدور في المدرسه من التلاميذ، هناك بروتوكول لقاء. بالنسبه للدرجات اللي بيديها المعلم، احنا بنطلع على اوراق اجابه التلاميذ في الامتحانات، من حقنا من الكنترول، وبنعرف هل التصحيح بيتم بصوره مناسبه، ابلاغ ولي الامر بالنتيجه. احنا عندنا مشروع طموح جدا ان احنا نعمل بوابه الكترونيه كبيره جدا، بحيث ان المدرسه تشترك فيها بالاتفاق مع الوزاره طبعا. الدكتور احمد زكي متعاون جدا وفي تفاهم وتناغم مع الهيئه رائع جدا. هيبقى فيه في المستقبل ان شاء الله ولي الامر يقدر يطلع على درجات الطلاب. جميل. طيب نروح لاستاذ ماجد اللي هو كان طالب في الستينات وبيسال اذا كانت الوزاره، وزاره التربيه والتعليم، عندها فيدباك او يعني رجع صدى للعمليه التعليميه ولا لا، ولا ده دور الهيئه بقى؟ هو الوزاره حضرتك
يعني القانون بيحدد ان احنا ندي للوزارة تقريرا عن كل مدرسة زرناها بالإيجابيات وبالحاجات اللي هي بحاجة إلى تحسين. دي واحدة، فدي هتدي فرصة كبيرة جدا للوزارة تتابع مدرسها وتصلح المشاكل، لأن الوزارة طبعا هي المسؤولة عن العملية التنفيذية في إصلاح مشاكل المدارس، والوزارة واخدة إجراءات في هذا الشأن وعندها إدارة للجودة، بحيث إن كل الفيدباك اللي يجي من الهيئة أو كل التغذية الراجعة هم ياخدوا إجراء، لأن إحنا هنتابع المدارس. مجرد إن المدرسة تتقدم أصبحت في كنف الهيئة، يعني الهيئة تزورها ثم تتابعها. أي حد يتقدم بشكوى للهيئة من المدرسة بنعاود زيارتها لنرى ما إذا كان هناك تقصير أم لا. تمام. طيب انا يعني دكتور مجدي، انا كان بودي، انا كان لسه عندي اسئله كتير لها علاقه حتى بسؤال الاستاذ علي فيما يخص المتابعه بعد الاعتماد، بس حضرتك جاوبت عليه. وفي موضوع التدخين وفي موضوع المناهج وكل حاجه. انا هجيلك سريعا. انا للاسف الشديد وقتي ممكن انا دقيقه واحده في دقيقه واحده في دقيقه واحده اقول لحضرتك ان هناك يعني تخطيط جيد جدا بيتم تنفيذ كل ما خططنا له بصورة حتى أكثر أو أكثر تقدما مما نتوقع. أن هيئة تقوم وفي سنتين تنجز ما أنجزته، وأن يحصل زيارات وتخطيط لإجراءات تحسين كبيرة جدا كان ده متوقع أنه يحصل في 5 سنين. إحنا على الطريق، وهناك أمل وأمل واضح جدا، وهناك تحول حادث في منظومة التعليم. طبعا الناس من كتر ما المنظومة عانت من تراكمات كبيرة جدا، لكن أعتقد أن السنة الجاية دي هيحصل طفرة أكبر بكتير جدا من اللي شفناها السنة دي. هناك آليات بتضعها الهيئة لقياس بالتعاون مع الوزارة لقياس التقدم في مستوى اللغة العربية والعلوم لدى الطلاب والرياضة. احنا عايزين نحول المدرسة إلى مدرسة جاذبة وإلى مدرسة متعلمة، مدرسة متعلمة تعي ما تقوم به وتتعلم مما حولها وتتعلم من المؤسسات الأخرى. وأعتقد أن احنا هنقطع إن شاء الله وقطعنا شوط جيد، وعندنا أمل كبير جدا أن منظومة التعليم ستتحول تحول جذري في هذه السنة والسنة القادمة. نأمل. أنا بشكرك شكرا جزيلا دكتور مجدي قاسم، رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد. بشكرك شكرا جزيلا شكرا. وأرجو أن احنا يكون لنا لقاء تاني أوسع من كده. بشكرك شكرا جزيلا. الحكومة الإلكترونية اللي ليها واللي عليها بالمصري الفصيح بعد الفاصل.